تعالى وبركاته. كما ترون اليوم أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سسمسة والجامعة الملكية للرياضة المنصية فرع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سسمسة يحتفلون ويحتفون بالأبطال مغاربة الذين تبوأوا المراتب الأولى خلال الدور الوطني عن بعد، وهم وليد مظهر عن ثانوية رحال مسكين الإعدادية، المرتبة الأولى في مسابقة سكايب والرولر، أي بويهات إعدادية الحسن الأول المرتبة الأولى في مسابقة سكايب والرولر، سلمى أبو الدونيت ثانوية الدخلة إيليا المرتبة الثالثة في مسابقة الكاراتيه. ونتيجة لهذه المجهودات الجيدة لابد أن نشكر أساتذة مادة التربية البدني بمؤسستنا، مسام حراز، أحمد البطولي، حفيظ الزروالي، محمد رفيع، ثم رشيد النواسي، الذين واكبوا تلامذتنا المشاركين في مختلف المسابقات حيث مكنوهم من الفوز في مختلف المراحل، فمنهم من فاز بالبطولة الإقليمية كالتلميذ حمزة كورستان في مسابقة الكاراتيه، ومنهم من فاز بالبطولة الجهوية كالتلميذ رشيد أبو تسفوت في مسابقة الكاراتيه كذلك، علاوة على التتويج الوطني الذي ذكرناه سابقا. كما نشكر إدارة المؤسسة التي سخرت إمكانياتها لتشجيع التلاميذ على المشاركة. ولا بد كذلك أن نشكر المفتش الإقليمي لتروداند الأستاذ مبارك بوكيم، والمفتش الجهوي الأستاذ رشيد باشا بالله، ورئيس مكتب الارتقاء بالرياضة المدرسية الأستاذ عبد الجليل على مواكبتهم لأبطالنا خلال مشاركة من أجل تجاوز الصعوبات التقنية. والشكر موصول كذلك للمدير الإقليمي الذي وضع الإمكانيات اللوجستيكية بالمديرية رهن إشارة مؤسسة تعليمية من أجل تسجيل مشاركاتهم. فتحية لهؤلاء كلهم، تحية تقدير، وموعدنا موسم قادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.